ايه ده؟ ايه الازازة الغريبة دي؟ يا ترى مين اللي حاطط الازازة دي؟ شكلها فيها عصير ولا حاجة. اما بص حد هنا ولا لأ؟ لا مفيش حد حواليا خالص. اما اشرب الازازة دي وامشي قبل ما الذئب يجي ياكلني ولا حاجة. يوم 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 يوم، ايه ده؟ ايه اللي بيجري؟ هو انا بلف كده ليه؟ ايه ده؟ هو انا حاسه ان راسي براس غريب كده ليه؟ انا شكلي بقى عامل كده ليه؟ انا بقيت راس ذئب متحول. ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ الزرافه لما شربت من المشروب ده اتحولت كده بقت ذئب. اما اخد بقى الازازه دي واخبها في اي مكان تاني واستفاد منها. دلوقتي اخبي الازازه فين بقى؟ انا عاوز اخبيها تحت شجره من الاشجار دي، بس اخبيها تحت اي شجره بقى؟ فكر يا سيمبا فكر. اخبيها تحت الشجره اللي عليها تفاح دي، بس انا لو هخبيتها تحت الشجره دي الحيوانات هتيجي تاخد تفاح وهتشوف الازازه وتاخدها، ولو خبيتها تحت الشجره اللي ما فيهاش تفاح الحيوانات هتيجي تزرع وهيجوا بعدين ياخدوا بقى الفاكهة وهيشوفوا الازازة برضو. ايوة هحفر بقى حفرة هنا. ايوة كده تمام قوي يا سيمبا. اما احط بقى الازازة واغطيها بالتراب كده تمام، محدش هيقدر يعرف مكانها ابدا. اما روح بقى بسرعة. ايه ده؟ واخيرا رجعت وبقيت قوية عن الاول، وكل ده بسبب الازازة دي. يا سلام يا سلام، انا عاوزة بقى انتقم من كل الحيوانات اللي خلتني من غير الزرع من كتر ما بياخدوا مني كل حاجة ومش بيرويني مش بيرووني ابدا. انا لازم اروح انتقم منهم. ايه ده؟ انا لفيت في كل مكان في الغابة ومش لاقي اي حيوان خالص، طيب اعمل ايه دلوقتي؟ انا لازم اشوف الاسد ملك الغابة، لان هو اللي هيبقى السبب، مش عارف يحكم الحيوانات انها تهتم بيا. انا لازم ادور عليه. الحقني لحقني يا قرد يا حكيم، شايف انا اتحولت ازاي؟ بقيت براس ذئب، انا مش عارف ارجع ازاي، انا متضايقة قوي. طيب ايه اللي خلاكي تتحولي كده؟ انت شربتي ايه ولا اكلتي ايه؟ اياكي تكوني شربت من الازازة اللي هي بيسموها ازازة الخول. ايوة ايوة صح يا قرد يا حكيم، انا فعلا شربت من ازازة غريبة كده، وبعدين لقيت نفسي تحولت لذئب. هو انا ملقتش غير الذئب، ما كنت اتحول لقرد احسن؟ ارحم والله. استني استني، انا لسه رايح اقولك ما تتمنيش اي امنية، اديكي بتتحولي اهو، شفتي بقى بقيتي براس قرد. انت لما بتتمني اي امنيه وانت بتشرب المشروب ده بتتحقق فورا. يا خبر، ده انا فعلا اتحولت لقرد، ازاي الكلام ده؟ يعني انا لو اتمنيت اي امنيه بتتحقق على طول؟ ايوه يا زرافه، انت لازم تتمني امنيه، هما 3 امنيات، وانت كده شكلك كنت بتفكري في حاجه وقت ما كنت بتشربي، او شكلك كنت بتفكري في الذئب ده وبعدين فكرت في القرد، لسالك أمنية تالتة وبعدها المفعول المشروب ده هيروح وترجعي لطبيعتك. صح صح يا قرد يا حكيم، أنا فعلا كنت بفكر وقتها في الذئب، خفت إن هو يجي يهجم عليا وياكلني، وبعدها اتحولت على طول. أنا لازم أتمنى أمنية اللي هي التالتة، بس أنا مش عاوزة حاجة غير إن أنا أرجع الزرافة الجميلة الطيوبة تاني. اديكي بتتحولي اهو يا زرافة، الحمد لله انت رجعت لطبيعتك تاني، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا قرد يا حكيم، بس احنا لازم نتخلص من الازازة دي احسن تدمر كل الحيوانات اللي في الغابة. ايوه عندك حق يا زرافة، تعالي اما نروح هناك علشان نجيب الازازة دي ونتخلص منها، تعالي وريني مكانها. ايه ده؟ ده هم عايزين يجيبوا الازازة ويتخلصوا منها؟ لا انا لازم اروح اشرب من الازازة دي واتمنى امنية اكون نفسي فيها بما انها بتحقق الامنيات. ايه ده؟ هي الشجرة اللي كانت هنا راحت فين؟ اكيد الحيوانات اتخلصوا منها علشان ملهاش لازمة. اما اخد بقى الازازة واشربها، اتمنى بقى امنية الاول ان ابقى اسد كبير وابقى ملك الغابة واحكمها. اما اشرب بقى علشان اتحول لملك الغابة. يم 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 يم، ايه ده انا بلف كده ليه يا خبر؟
ايه ده انا فعلا اتحولت وبقيت ملك الغابة. يا سلام يا سلام، اما اروح احكم بقى الحيوانات كلها. ايه ده الاسد سيمبا ملك الغابة موجود. يا سلام، انا لازم انتقم منه. تعالى هنا يا اسد سيمبا تعالى. ايه ده، انت عاوزة مني ايه يا شجرة؟ وانت ازاي بقيت شريرة كده؟ سيبيني في حالي. لا انا همسكك، يعني همسكك يا الاسد ملك الغابة. انا لازم انتقم منك زي ما خلتني ارعى وما فيش في اي ورقة حتى. ايه ده، هي الازازة فين يا زرافة؟ انت قلتيلي ان هي هنا. ايوه فعلا، انا سبتها هنا، ما منقلتهاش في اي مكان. هتكون اختفت، راحت فين يعني؟ لا عود حيوان يكون اخدها ويتحول هو كمان. مش عارف، بس ممكن فعلا حيوان اخدها. ايه ده، هي الشجرة دي عاملة كده ليه؟ والأسد سيمبا، هو الأسد سيمبا عايش؟ مش هو مات من زمان؟ أيوة يا قرد يا حكيم، فعلا هو توفى من زمان، وأكيد ابنه ملحقش يكبر يعني. يا خبر، معقولة يكون هو كمان شرب من الإزازة؟ والشجرة دي كمان عمري ما شفتها هنا. تعال احنا لازم نلحقهم بسرعة. انت يا اسد، انت عاوز ترجع تاني صغير زي الاول؟ عرفني فين مكان الازازة دي، ولازم تشوف الشجرة دي هي عاوزة منك ايه، وتخليها تتمنى امنية حلوة علشان نقدر نرجعها. طيب خلاص ماشي، الازازة تحت التراب مكان الشجرة اللي بقت شريرة دي. انا دينا هستناها اما تيجي وتشوف بقى تعمل ايه. تعال هنا، انت مفكر نفسك هتهرب مني اكتر من كده؟ انا لازم اموتك. طيب انت عاوزة مني ايه يا شجرة؟ انا عملتلك ايه؟ انا معملتش حاجة صدقيني. لا عملت كتير، انت وكل الحيوانات اللي في الغابة. فضلت تاخدوا مني التفاح وسيبتوني كده من غير ما تروني، لحد ما بقيت قرع ما فيش اي ورقة، وانا كان نفسي ارجع شجرة طيبة جميلة، بس بقيت شريرة بسببك. خدي بقى. ايه ده، ايه اللي بيجرى؟ هو انا بلف كده ليه؟ ايه ده انا رجعت تاني. يا سلام، بقيت شجرة جميلة قوي. طب الحمد لله ان انت بقيتي حلوة يا شجرة، انا مبسوط قوي. خد انت كمان يا سيمبا علشان ترجع تاني صغير. ايه ده، الحمد لله انا رجعت سيمبا الصغير تاني، انا مبسوط. انا ما عدتش عاوز الازازة دي تاني، خلص منها بقى يا قرد يا حكيم. اكيد هخلص منها، بس بعد كده انتوا اهتموا بالشجرة دي وكل الاشجار علشان ما يزعلوش تاني.